طبعا احنا من حوالي 4 5 ايام كده الاسبوع الماضي برضك كنا بنصور هنا في الموقع، وقلنا نوريكم حاجة غريبة كده يعني، ويعني فاهم الناس ونحذرهم. من اخطاء وكوارث اللي بتحصل في العربيات، سواء بسبب الهاتف الجوال الموبايل، بيبقى الواحد ملخوم بالهاتف او الجوال الموبايل ويسوق. وصورنا لكم الفيديو ده ونشرناه للاسف في نفس المكان ونفس اللي حصل. اتفرجوا نفس الموضوع، يعني ايه ده؟ مش فاهم. نفس الخبطة ونفس النزلة والبوز في الرصيف كله يعني. لا مش للدرجات دي، هو واضح اللي بيسوق ماسك موبايل مش مركز في الطريق يعني. لا المفروض لما يجي لحد البداية هنا هياخد باله ان ده سلم، طبعا ما خدش باله اما العربية نازلة. شايفين يعني؟ شايفين؟ اه ايه ده، العربية دي بدون مجلوحة ولا ايه؟ العربية دي غريبة. لا في لوحة، مش عارف اللوحة اللي قدام راحت فين. فيا جماعة ده صراحة يعني قول الحمد لله ان بتيجي سهلة على اللي بيسوق. ما حصلش، اعتقد ان ما حصلوش حاجة. هو طبعا راح يجيب بقى عربية يشيلها سطح او كده او ونش. فنفس المكان مش في نفس الزمان، وادي العربية، منظر غريب يعني. فنصيحة يعني، نصيحة يعني، الموبايل شغله على سماعات واي فاي داخلية او بلوتوث داخلية وكده، يا يعني اما بلاه خالص فترة السواقة يعني. هتقعد تتصور؟ امال ايه؟ احنا بركة غير التصوير، احنا بركة غير التصوير. راجل يعني ماشي مش واخد باله، مش مركز، بيته اتكسر في سوريا اتهد، فلقى نفسه كده.